طيب بس طلع مقاول مع السيسي من يومين، لبناني هو، وقال صباح وصتني ان انا احب مصر، وقال انا احسن ناس اشتغلت معاها الجيش المصري، والحقيقه قال كلام عكس ما انت بتقول خالص. لا هو قال الكلام الصح. يعني احلى ناس تشتغل معاهم الجيش المصري، لان احلى مكسب وتعرف تقرطسهم الجيش المصري، فبتعمل فلوس حلوه جدا جدا جدا. احلى ناس تعرف تقرطسهم الجيش المصري؟ طبعا يا باشا، الهيئه الهندسيه دي يعني في الله لاند اصلا. ليه مش فيها مهندسين يا محمد؟ مهندسين كم؟ طب انا موافقك، كم مهندس هناك؟ ما اعرفش، انت اللي رحتها، انا ما رحتهاش يا سيدي. وانا عديتهم، بس تعالى اقولهم لك، عمرهم ما هيعدوا ال 10,000 20,000 50,000. ماشي يا معلم، بس مهندسين زي الفل اهو. يا باشا استنى بس عليا، هتقرطس مهندس يا محمد؟ استنى واحده بس، وانا هجاوب وهتسال، مش هتخنق. اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. 50,000 ل 100,000، سوري 5,000 10,000 20,000، ماشي ايا كان اهو. تمام، دول هيتابعوا مشروعات الدوله بالتريليونات، تريليون هاو كم. انت عندك العاصمه الاداريه يا استاذ قد سنغافور تقريبا، ممكن تقول لي الهيئه الهندسيه ممكن تعمل سنغافور؟ ممكن تقول لا لا خلاص، انا موافقك، انا موافقك، انا موافقك حاج محمد، انا كلامك ده على راسي. بس انا هسالك سؤال بقى، مين اللي بتتقرطصه طيب جوه الجيش؟ مين اللي بتتقرطصه؟ انا هقول لك اهو. طيب مين اللي انت كنت بتقرطصه؟ ما انا هقول لك ما تديني مساحه عشان عايز اقول لك. اتفضل. مين انت هتقدر تعمل بكام ضابط في الهيئه الهندسيه ايا كان مدينه زي سنغافور؟ لا. طيب ومدينه العالمين وغيره وغيره، مش هيحصل. يبقى انت مع يبقى الطقم اللي موجود مش ممكن يتابع كل ده، مستحيل. كويس. ازاي هيقدر يعمل كنترول على المشاريع دي اللي ملهاش عقود ولا مؤيسات؟ فبياخد منك انت وبيراجع، فانت اللي بتقدمه له هو بيوافق عليه، يعني ما هو ملوش حيله برضه. هو واخد اوردر انت اللي تنفذ، هينفذ ازاي؟ انت بتروح تديله الميزانيه وهو ما عندوش وقت فيمضيها ويقول لك يلا. انا بعمل الرسومات A to Z، A to Z، بعمل كل الرسومات واعمل اعمل الرسومات واعمل المقايسه واحط الكميات واسلمها للجيش، الجيش يعمل لك عقد طبقا للي انت بتقوله. فانا ممكن اكلك يعني فندق الشويفات ده ممكن اكلك في مليار تاني، ما انت لا هتعرف تحصر ولا هتعرف يعني ازاي؟ كام بند هتحصر امتى؟ ده انا اللي عامل الحصر وانا عامل كل حاجه. وانت بتاخد مني تعمل لي العقد وبتطلع لي الفلوس اللي انا عايزها بتقول الناس. طيب انت عايزة. انت محمد بيه، انت قعدت مع المهندسين بتوعك خلصوا الرسم لحد ما خدت العقد، كان بيبقى في وقت كبير يعني تستنى مكتب المدير اللي هو ومدير الاداره والحاجات دي بياخد وقت؟ لا، انت ممكن توصل لحد مثلا ربع المشروع ولسه ما طلعلكش عقد، عادي جدا. وبتاخد فلوس؟ تطلع فلوس من معاك ويدوك فلوس على هيئه حاجه اسمها سولف. من غير عقد كده؟ والله العظيم وحياه ولادي، من غير عقد ولا مؤيسه. ولا عارفين ايه اللي بيتم، انا اللي عارف كل اللي بيتم، او اي شركه مقاولات، مش انا بس، اي شركه مقاولات عارفه ايه اللي بيتم، حتى اوراسكوم عارفه ايه اللي بيتم. الجيش نوب مش اوير، ما اوير منين بس؟ ما هو بالعقل هيراجع ميزانيه، هيراجع كل مشاريع الدوله دي في الهيئه الهندسيه ازاي بس؟ ده شغل البصريات، شغل مش عارفه الخدمات العامه بتاعت الصلصه، اصلا ده هو جهاز يعني شغل كل الاجهزه في المقاولات، لان الهيئه الهندسيه بقت مش قادره تستوعب الشغل. انت بتتكلم ازاي؟ مش انا بقول لك البصريات اشتغلت، ودي جهه ما فيهاش اصلا قسم هندسي. طب ازاي بتاخد شغل مقاولات وهي مش اوير بعلم الهندسه؟ هاو كام؟